عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير خواتي اخواتاتي، نتمنى انك تكونوا ملاح. بون، جيناكم اليوم بواحد الموضوع، يعني هو يعني تقدر تقول موضوع يعني هو منه تحذير، منه تنوير، منه تذكير. بسم الله. بون، الموضوع خاوتي، قبل 3 ايام، يعني يوم الجمعة، تواصلت معي واحد الأخت على أساس قاعدة تستفسر على نظام الزيارة، كيفاش يبعثوا لي زيارة، وكيفاش نخوض في الإجراءات، وكم تتطلب وقت، ويعني إنسان ساس دوبل زيرو، يعني أبلو بالأمور والقوانين والإجراءات لهنا، يعني إنسان ما عنده حتى فكرة. وصح، إنسان كيعود مش وعايش في بلاصة، يعني ما تكون عنده حتى فكرة، صح، حتى لكن تسمع، يعني مش راح توصلوا معلومات صحيحة وراح توصلوا معلومات غلطة، يعني ما فيهاش عيب هذه، يعني مش هتطيح، يعني مش استنقاص من الإنسان هذاك، ولا زيادة فيا أنا، ولا في الآخر، ولا لا. خويا العزيز، كي تعود في بلاصة واهضر، ما تكونش انت خارج البلاصة هذيك وحاكيين لك، وانت اصلا راك تحوس من واحد لواحد باش يعني باش تدي معلومات، وباش يعني باش تمشي في الرحلة هذه اللي راك مقررها، سواء زيارة ولا سياحة ولا عمل، ولا يعني كل واحد وكيفاش. ما علينا، الاخت هذه فتها باللي بشي اللي كان، يعني نظام الزيارة، وكيف يبعثوا لك زيارة، وكيفاش يبعثوا لك زيارة، كيفاش تمشي في الإجراءات. نظن توقع سقستني على تأشيرة استضافة، قلت لها بلي هي كاينة هذه تأشيرة استضافة، صح، وهضروا عليها وقرروا أنهم يعني راح تندار، بصح مازال ما يعني ما مشات لها، ما بنت لهاش لا إجراءات ولا رسوم، ولا ما عبناش قدها هذه، عبنا بلي كاينة صح الحاجة هذه، وعجبتنا وفرحنا وكلش، باسكو راه تحل يعني أبواب كثيرة، يعني إن شاء الله إيجابية. بصح مازال ما كان فيها حد شي. اليوم اخوتي قاعد نشوف في الجروب تاع الجاليه الجزائريه في السعوديه، الجروب هذا كاين دي جروب بزاف تاع الجاليه الجزائريه في السعوديه، بصح يعني ما همش كل عندهم يعني ك لا فوتو تاع الكوفرتير ولا تاع البروفيل كي بعضها. الجروب هذا، الجالية الجزائرية في السعودية، فيها 10682 عضو هذا الجروب. الأخت هذه نفسها هي بعد اللي كانت تستفسر وأبلون، لقيتها مديرة منشور توفر ولا يوجد تأشيرات إقامة لمن يهمه الأمر للاتصال في الخاص. بون، دركا اختي ناس حاصله في فيزا سياحيه، وناس حاصله جاوها عقود عمل وعندها تاشيرات عمل ومازالت حاصله، يعني كاين اجراءات ياسر، واصلا دركا مع الاخر نقول لك وجزات تبدل في تاشيرات العمل هذه غير اليوم من صدرت الحاجه هذه، ولا اليوم من سمعت بها انا، بس الحاجه هذه ما كانتش قبل، على خاطر كاين اخ خلصها ومشى في تاشيره تاعو تاع العمل هذيك وجا وريق الاموره، بصح عندها يعني واحد 4 شهور، واحد 3 شهور الحكايه هذه. انت يا اختي بناء على وش راكي تستدعي في الناس للخاص، يعني زدت لقيتك وسي في جروب تاع جزائريون بالمملكه العربيه السعوديه، يعني يا اختي شوفي، يا اما انت ما كي فاهمه فيها والو، كاينين الناس من الناس اللي فوقنا لهم هذوك، من الناس هذوك اللي تحلبنا لهم، كاينين الناس بالك داروك انتيا واجهك شغل باش انتيا اللي تبشبشي باش يطيحوا لهم، ولا عندك فيها قرطو، عندك فيها فايده الحكايه هذه، على خاطر كيما يقول لك التونسي القطوس ما يصطادش الربي، فهمت كيفاه؟ انت رديتي عليا في تعليق بعد ما قلت لك انت كنت تسقسي فيا كيفاش اليوم تاشيرات، وين تعرفي انت وش دخلك اصلا في الامور هذه، انت اول حاجه في البلاد،
تاني حاجة يا أختي كفاه. تاني حاجة يعني الموضوع هذا ما عندك عليه حتى فكرة أنت، الموضوع هذا أنت ما عندك عليه حتى فكرة. تأشيرة إقامة تبيعوا في تأشيرة إقامة. تأشيرة إقامة هذه ما زلت ما شفتش واحد دارها. أول حاجة تأشيرة الإقامة هذه، لكن من الناس اللي داروها هذه تأشيرة إقامة، ما واحد طبيب جاء ما دارش فيزا مرافق، جاب معاه دار وكاين على خاطر مثلا طبيب تعيط له مستشفى من هنا تخلص له أموره كاملة في وقت واحد. يعني هو يدفع الفيزا تاعو باش يجي، يدفع هو ومرته وولاده مع بعضهم كل، وكاين اللي يجي وحده ومن بعد هو باش يجيبهم لهيه، هم يجيو بتأشيرة إقامة المرافقين. انت كيفاه حتى واحد هيخرج من زير ديريكت مرافق لمن مرافق هذا تأشيرة إقامة؟ وحوست من ورا القرمة تاعكم زعما اللي في الجروب هذاك، زعما تاك شغل هو البرو، هو اللي قاعد يجيب ويعمل في اللي كونتاكت هذوما بين لي ممبر. تما كي دخلت انا قاعد نشوف في انجازات، وهذا اللي الكبير هذا كل ما يخرج تأشيرة لوحدي بيبليها يعملها، يعني ينشرها في الصفحة تاعه في البروفيل الخاص تاعه. تأشيرات للمغرب مببلي مغطي غير الوجوه برك الناس. تأشيرات للمغرب، تأشيرة عمل، زاد تأشيرة واحدة أخرى هي الواحد مصر، هي الواحد مغرب مغربية، كيف تأشيرة عمل. التأشيرات اللي من الجزائر اللي حاطهم هو وحاطهم بك شغل إنجاز، شفت له حاط تأشيرة زيارة عمل، تأشيرة زيارة عمل، تأشيرة سياحية الأخرى ولا زيارة أصلا سياحية تتعمل من بلاد أجونس توريستيك. يا خلق ربي أجونس توريستيك هي اللي تفرز لك كلش خويا. هز باسبورك، هز امورك، ما تسنى حتى واحد. مش انت دركة حتى واحد خليته دركة في الجروب مداير اعلام، مداير منشور قاعد يحوس على فيزا سياحيه. الاخت قالت له تعال خاص، يعني فيزا سياحيه مش محتاجك انت خلاص حتى تزيدي تكلي فيه انت. هذا انسان يروح لاي وكاله سياحيه يقول لهم حاب نروح للسعودية سياحة، يعطيه هوش كاين في الدوسي هذاك، وديجا حنا بعد كاين وقاعد يتداول بيناتنا الملف، يعني اوريدي على باله هو بالدوسي تاعو واش فيه، ويروح يخلص الرسوم تاعها زوز ملاين ولا زوز ملاين ونص ويدفع الدوسي تاعو. اموره واضحة واموره مريقلة، يعني لا يسحق للتدخل تاعك انت، لا يسحق التدخل تاع الناس اللي من وراك هذوما. إذا تقولي لي حسبي الله ونعم الوكيل، علاه حسبي الله ونعم الوكيل؟ انا ما فهمتكش، انا ما تهمتكش. انا قلت لك في الكومنتير راكي محصله روحك، راكي مدخله روحك في امور لا تعنيك وما تفهميش فيها وقادره تفضلك مال. انا راني حذرتك كشخصك انت على نياتك بالك حابين يغروا بك، وحذرتك على حاجه تانية تاع اتونسيون سيرتو با ديريها بواحد زيري يجي لهنا ويقعد يطايش، ولا وحده تجي تطايش خاطر البنات غير احكي برك وما تخافش. راهو العبد كون جا، يعني العبد كون جا عبد رخيص وينشر في الاخر، هذوما قاعد ينشر في لي كابتير ديكرون هذوما اللي قاعدين يجيو كيما نقولوا حنا دي ميساج تاع ماسنجر. كل العبد كون جا يدير كيما الجمايع هذيك ويفضح ويخرج والاخر، اقسم لك بالله غير جلدك ينصل. تلقى ناس يعني من السذاجه تاعهم تقول له فيرسي لي غدوه 40 مليون، غدوه يقول لك تكون عندك، ها غير بيسلك امره بقى. يعني علاه تستغلوا حاجة الناس بالكذب؟ تأشيرة إقامة كون قلتي تأشيرة عمل بلاك، نقول بلاك كش مكان، بصح شكون واحد مخول، يا واحد عايش هنا، يا واحد طالع هابط، واحد على باله وعارف يعني وش راح يدير، وعارف وش قاعد وين راح قاعد يخوض. انت يا اختي زيارة ما فاهمة فيها والو، جيتي وهضرتي معايا وتك شغل ما كي عارفه فيها والو يا اخي، وفهمتك ونورمال ما كان حتى مشكل. انا ما راني ضدك، ما راني يعني ما عندي معك مشكله شخصيه ما والو، حتى حوارنا وديسكسيون تاعنا كانت في حدود وكانت في الاخر، ما عندي حتى مشكل انا. حتى بعد الفيديو تحبي تنشريهم ونشري على روحك، يعني كل شيء يعني الحمد لله يا ربي. العبد ما في كرش وما قال له ما في كرش وتبن، ما نخاف من النار اللي كاينه وباين. الناس متكلين عليهم تجيبوا في ناس بتأشيرة زيارة عمل. تأشيرة زيارة عمل فيها 3 شهور، كمل 3 شهور تاعك في الأمام.
مازال البروجي اللي جابوك عليه هذا تاع تأشيرة عمل، مازال شوية يديروا لك تمديد 3 شهور، يدير لك تمديد 3 شهور لتأشيرة زيارة العمل هذه. كاينة أخت عندها أسبوعين، عندها أسبوعين 3 لورا، جات أخت بيعين لها يا رسول الله، لي زاد من تاع الجروب تاع الجاليه الجزائريه في السعوديه هم عارفين هالحكايه، ولا كان راني نكذب يطلعوا يكذبوني. جات اخت تواصلت معايا، اخت على صباح ربي كيما حليت عيني بها، السلام عليكم ما ريبونديتش، تم عبد وين نايت، قاعد نغسل في وجهي قاعد ندور كذا، غير لي ميساج من ورا بعضهم، اخويا تعيش اخويا تعيش اخويا تعيش. ريبونديت عليها اخت جايبينها من قسنطينه، يعني بيعين لها فيزا تأشيرة زيارة، وجات للرياض، جات للرياض أخوتي، توصل الطفلة تعيط ما يهزوش، ومن بعد كش ما هضرت معاه ولا هضر لها حوايج هي ما اكسبتاتهمش، من بعد خمت مع روحها، من بعد زاد حتعيط له وحتقول له خويا راك واثق من روحك وراك ثابت، يعني تاع ما تفهمناش حنا كيما هاك من الاول، تليفونات مقفولين كانش، ناس خلصت صاي دات دراهمها، واش مازلت تخمم فيك ولا مازلت تديها فيك، بين لك تأشيرة عمل على انها تأشيرة عمل وهي زيارة عمل. يعني واش راح نقول لك اختي، مادام ربي سبحانه عاطي فينا الصحة ومازلنا واقفين ومازال النفس هذا طالع هابط، ما نسمح لحتى واحد يحشيها لواحد زيري، فهمتي؟ ولا كان هذا المليون ولا الزملين ولا 3 ولا 5 هذو اللي يحولوا لك عينيك قلبوك شغل، ما تخميش حتى حاجه ما تفهمي لهاش تمشي فيها، تما هذا طمع وجشع، فهمتي؟ وغياب الضمير. يعني سبحان الله، يعني وصلت بكم، يعني الجروب تاع الجاليه كرهناها سيدي، الجروب تاع الجاليه كرهناها غير من العاهات هذه، كرهناها غير من العاهات هذه، بني تطيش في روحها، اجانب والاخر داخلين يفكروا تانا ويسكروا كيو ويساعدوا فيهم تاعنا، يعني حاشا 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 كعبات كعبات كيما نقولوا محسوبين عصواب عليد، اللي يعرفوا بعضهم والناس الموثوقين، ويطيح لك ولحية وتحير انتك فاهم، تقول كي شغل هذاك شغل هذا وحفيد ابو بكر صديق ولا صديق وشكون مالا خاوتي، يعني ما تخليوش من بعد توليو في الاخرى هذيك تاع يقول لك الكلمه اصلا الجمله هذه نكرهها بعد، القانون لا يحمي المغفلين، بصح يا خاوتي راكم يعني راكم سامحوني راكم في سذاجه وراكم في غفله كبيره، يعني سبحان الله انت تاشيره سياحيه ولد عمي، هذه تاشيره سياحيه، اي وكاله سياحيه خويا تفرز هالك نورمال يا خويا، خلص رسوم تاشيرتك، انت بار اكزومبل ماكش حاب تطلع الجزائر وتهبط وتروح وتجي وتدي من هي وتجي يا خويا، مد 200 الف للاخر للوكاله السياحيه، هو يروح يفرز لك كلش، هو اللي يدفع للسفاره، هو اللي يجيب لك الباسبور تاعك من بعد، هو اللي يحجز لك وهو اللي يدير لك كلش، ما تحتاج حتى واحد، 200 الف 200 تعطيهم له ولا 150 ولا 300 حسب المفاهمه تاعكم، ومعاهم رسوم تاع الملف تاعك تاع التاشيره هذاك، وكفى المؤمن شر القتال. يعني وشوفه، يعني كون جات مقيمة زوجة مواطن، زوجة مقيم لهنا ملمة يعني بالقوانين، عارفة إجراءات، عارفة العقوبات، عارفة قوانين الجوازات، متزوجة بمعقب، سبحان الله، وجيني يا أختي تقولي تتهم فيها مرت راجل، مرت راجل البروفيل تاعك أختي فيه 1000 كلهم رجال وكلهم من العراق وكلهم من مصر وكلهم من الشرق الأوسط وكلهم من الأخر، احترمي نفسك دكتور تحترمي، والحمد لله ما قللتش من احترامك ولا وجهت لك اتهام موجه ليك ولا لشخصك، يعني راني لا جبت البروفيل تاعك ولا جبت ديسكسيون تاع البروفيل نورمال، قادر حتى نوريه درك نورمال خلاص، وما عندك ما راح تقضي لي، ما شهرت بيك ما شتمتك ما وجهت لك لا سب لا حتى شيء، لا بلاغ كاذب، قاعد نقول لك حاجه ما تفهميش فيها، اجبدي روحك على خاطر انت، الناس هذوما اللي من ورا الستاره
كاذبين عليك في حوايج، تروحي انت تهزي الكذبه هذيك تقنعي بها ناس، الناس هذوك يجيو لهنا قانعين، فهمتي؟ يجيو يحوسوا يلقاو الخدمه ويلقاو كلش ويلقاو كلش، كي شغل هذاك مدير لهم جنه في الاخر، في كرمكم الله في مؤخره ابو زنزل. يعني ما تجيش الامور كيما هكا، تجي زياره تجي عمره مرحبا بك، امور هذيك خطياتك، هذيك امور خطياتك. على هذا اللي عنده المؤسسه هذا واللي عنده التاشيرات وعنده كلش، علاه ما دارش هو الاعلان بوجهه؟ علاه الاعلان ما دارش بوجهه؟ انا مره درت اعلان، حطيته في الجروب هذا وحطيته في الجروب الاخر، وحتى في الجروب هذا اللي حطيتي فيه الاعلان تاعك. تاشيرات انا اللي جبتها للناس هادية كانوا 4 ولا 5 تاشيرات تحلاق تاع كوافير، ومعندي تاشيرات سماتك شغل افلام هام، تاشيرات اللي حاب اللي يبغى يجي. ان التاشيرات هذوكم ما سوقت لهم، ما قلتها وش كانها وش ما كانش، حتى نواش، حتى نفس الانسان هذا بعد اللي عمل لي هذا التاشيرات هذوم وقال لي كاين تاشيرات، خليته هو عنده خيار من الاثنين، يعني 4 ولا 5 تاشيرات يا خويا انت اللي عطيهم لي هذوم باش انت حاب تبيعهم للناس، انا باش نروح لهم كيما هكا ونجيبهم عليها هي حره، انا راني ما نديرهاش باسكو الحره راهي راح تاكل دراهم، وراح يجي السيد يسكن بدراهمو، مواصلات بدراهمو، ماكلته بدراهمو، كلش بدراهمو. قلت له خويا باش نخدمو على نظيف، تحب تخدم على نظيف عندك زوز حوايج، الناس هذوم اللي راح نمدو لهم تاشيرات يا توفر لهم وين يسكنوا وين يرقدوا، وتوفر لهم الخدمه في الصالونات تاعك على خاطر هي مؤسسه حلاقه، يا توفر لهم خدمه في الصالونات تاعك ولا تفتح لهم محل صغير. قال لي يومين ورد عليك، يومين كانوا معاه 3 توانسه مشوا متفاهم معاهم، عنده معاهم مشاكل كذا ليكيدا، واحد بعته يخدم في صالون واحد اخر، وزاد ليكيدا زوج الاخرين هذوكم، بقى واحد مغربي وواحد مصري برك وحدهم، وكاين 3 كراسه فارغين الاخرين. عطيني 4 ولا 5 تاشيرات نسيت، الثلاثة هادوكم سوقت، أنا عملت المنشور هذا، عملت المنشور خاوتي اللي عنده ديبلوم تاع حلاقة عصرية يتواصل معايا، هذا الإنسان اللي حيتواصل معايا، كاين ناس بالك ما يسمعوا فيا وتواصلوا معايا. قلت له خويا تأشيرة راهي ب6000 بسيميل، عندك وين ترقد يعني ساكن ما تخممش عليه، ما راح تكري ما راح تشي، وعندك خدمتك من نهارك، يعني نهزك نجي نديك من المطار ها هي وين تخدم، ها هما الصالونات اللي تخدم فيهم، نخليك مع الشباب تما يوريولك بلاصتك وين ترقد، ولا المسكن تاعهم تسنى يقفلوا ويديوك المسكن تاعهم، ولا يروح معاك واحد ويخليك تربوزي كيما هكا، كان البلان ماشي. والحمد لله 3 تأشيرات هادم ما راحوا، والأخ قال لي لكن لقيتهم ملاح، قال لي اقسم بالله الجزائريين اول مره راح نتعامل معاهم، هذوما حلاقين حنجي من الجزائر اول مره، بصح كون نلقاهم ملاح والله نفك لهم حتى محل كبير يحلف ويتكتف. يعني انا ما نجيبلكش حاجه الا لك، وعلاه؟ برسك السيد كون يجي وما يلقاش هذاك الشيء، فاهم؟ او راهي ابسط حاجه برك، راه يقعد يقلقني انا، يدير لي في مشاكل انا، ويقعد انا يشهر بيا وانا يحرق فيا، وعنده الحق برسك، انا قلت له ارواح وكاين وما لقاش، عنده الحق. انا ما دام ضمنت انا جاي سيد 6000 هذه ما لقاهاك شغل، مش هي اللي تفهموا عليها، والراتب خليها له، الراتب قال لي يقول لهم الراتب يحب 3000 ريال راتب ثابت، ولا 3000 ريال راتب ثابت ورسوم تجديد الإقامة أنا اللي نخلصه لهم على عاتق الصالون، ولا يخدموا معايا بالبرسنتاج 50% 50%، وهم اللي يخلصوا الإقامات أخويا، يجدوا لأرواحهم ربي يسهل عليهم. التفاهم كان كيما هك، والصالون هذا نعرفه في كارطية غير لهنا، نعرفه مليح، وشباب مرة نقعد معاهم ويعني صحاب، يعني حتى كي هدرت انا وياه يعني شاهدنا، معنا انا هدرت مع مواطن سعودي كانوا معاه زوج سعوديين شاهدين معنا في القعده، وكانوا معنا 3 توانسه
ونعرفوا سيد ونعرفوا فلان بن فلان، دارهم وين ومحلاته وين وكل شيء وين. يعني انت يا اختي في الجزائر ضمنا في ناس تعرفيهم بالفيسبوك، ضمنوك رحتي ديري في بيبليكاسيون دي باش تسقط بين الناس، باش يبقى يقع فهم بعديك تقربي على الراس. كاين تأشيرات واحد اخرين، عامل لسائق هذيك 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 هذيك، مانيش متبعها. وعلاه مشني متبعها؟ على خاطر راح تسكن بدراهمك، تاكل بدراهمك، تحوس على خدمه بدراهمك. يا اخي شكون هو اللي نمشي معه فيها كي نلقى واحد عنده دراهم زايدين ومصر؟ خويا قد دارت 40 مليون نروح، 50 مليون نروح، 60 مليون نروح، 70 مليون نروح. هذاك انسان واجد، انسان غير نخرج برك ما نحوسش على خدمه خويا، حاب نروح وصاي. كاين الناس كيما خويا يجيك يقول لك حاب نروح وصاي، عليهم خدمه ما عليهمش، ما المهم نخرج برك. كاين ناس كيما كذا وكيما الواحد تاعو، وهذا هو اللي يزرب هذا ويحب غير يخلص، والاخر هذا هو اللي يطيح في الشرك هذا اللي كنا نحكيو عليه قبيله. عندي مهن واحد اخرين ما حبيتش نديرها في بيبليكاسيون في منشور، على خاطر وعلاه مانيش مضمن للناس خدمه، وعبالي بالكرا غالي والمسكن غالي وصعيب، ما حبيتش نحصل ناس تاني بلا خدمه وبلا مسكن. اني نهضر فيها ونعاود اخاوتي، عبالي بها وعليها هضرتها الهضره دي، على بالي راح تخرج هي وراح تهضرها الهضره دي تقول لي انت درتي منشور مره. وي درتو منشور، درتو منشور والحمد لله. ثلاثه دم ثلاثه دم يقول لك الحاجه الملاحك شغل بداها بداها بالناس اللي تحبهم ولا بالقراب ليك. ثلاثه تاشيرات هذوما، كاين واحد كان خوه كان زميل معايا زمان في الخدمه في البلاد، وكاين زوج ولاد حومتي صغار، واحد في عمره 21 وواحد في 24 و23. يعني يكون جيت فيها اللوش، نشوف واحد من طمر راس، نشوف واحد من بشار، نشوف واحد ونجابو، منجيبوش حتى الباب داري انا ونجابو. يعني حاجه يا قادر عليها قادر على شقايا، ولا ما نخوضش فيها خلاص. مالتك كاين مع روحك اختي، وتبتي مع روحك مليح، وانتوما تاني خاوتي. وش راح نقول لكم؟ اي موضوع اي حاجه مهما كانت في الدنيا هذه، عمره الانسان ما يتسرع يا خاوتي، عمره الانسان ما يتسرع. راك تتسرع، راك تعمي 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 عينيك بصوابعك بلا ما تعبه. مالا خاوتي، هذا ميساج للجميع. اي واحد اخويا معليش، انا هنا في جده كاين مقابله مع واحد مثلا، نقول لك وعندي المحلات الفلانيه ونبعت لك ورواح ودير، انا نروح نتحقق لك، ما كان حتى مشكل والله العظيم، ما كان حتى مشكل، نروح نتحقق لك نشوف لك. لكن كاين منها هذيك الحكايه ولا ما كانش منها؟ باش ما تجيش انت من بعد تولي تهبط فيهم ستات سبعات في السخاين نادي تطايش برا، وواحد ما يهزك وتولي فيها في الجروب، يا خاوتي لحقوني، يا خاوتي لمولي، يا خاوتي اني ما لقيتش، يا خاوتي اني جيعان، اني بيت برا، يا خاوتي ما لقيتش باش نشري بيه. وعلى حتى توصل روحك ومع العلمك خاسر 40 ولا 50 مليون وطحت في الكاهل. مالا خاوتي، شاهدوا واستغفروا. اللي عنده الافكار هذه واللي عنده الحوايج هذه، خاوتي الناس اللي حابه غير تهج هذه، هي مش رص على القفله رص على البوطو راح تلقى ديريكت. وكاين بزاف 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 مخاوه مبعتين، اللي نقول لك كاين اللي يقول لي شوف لي هذيك اخويا تاشيره، ينشوف لك واحد انسان بمضمن، يا ما نشوف لكش خويا، ينشوف لك واحد نضمنه كيما نفسي. يعني حتى لكان صرات لك معاه مشكله وغرر بيك ولا صديبو، انا اللي نتحمل الخساره هذيك. وعلى نتحمل الخساره؟ باسكو هذاك ضمنت فيه 100%، وهذاك خذلني حتى انا اللي نعرفه. فهمت كيفاه؟ يا نعوضك يا نقسم معاك الخسارة، مش نجيبك ونكذب عليك وندير لك وكذا وكذا، من بعد فوتو بروفيل تاعي ولا لا فوتو تاعي في اللي جروب تاع ربي كل. كيف راح نقابل يوم انا من بعد؟ كيف راح نقابل بابا وخاوتي صغار؟ كيف راح يشوفوني قدوة انا؟ خوهم الكبير يسكروا؟ ها حاجة سلبية تمشي ليه في المجتمع، غير سبرك ولا خرج اشاعة ولا هضر على هداك هك برك. مالا خاوتي، هذه هي الهضره اللي كنت حاب نهضرها برك. كل واحد يا خاوتي خليكم، يعني خليكم صحصحين، ما تصدقوش اي حاجه، وسقسيوا اهل الاختصاص. والاخرين هادوكم كيما قالها واحد طفيل ربي يذكره بالخير في فرنسا وهارب، ديما عجبكم
وين رحتو ديما عقابك، تزيري ما تحشيها لوش خويا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.